صبحي يحطها، شوف الضغط، شوف ده يا ولد يا عمر، يا ولد يا عمر، ضرب اربعه، اربعه اصفر بيجري وراه، يا ولد يا عمر، يا ولد يا عمر، كمل اعمل اوفر لاب لمصطفى، عمر انطلق، عمر حطها له، يلا يا عمر، يلا يا عمر، عمل العرضيه عمر، اه يا زيزو لو تكلل مجهوده، عمر عمر روح له عمر، روح له عمر، جول عمر، عمر لا 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 لا، هات الجول ده من اوله، ليه حق صرخه النصر من عمر جابر، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عمر يا جابر، ما اجمل ان تمتلك لاعب من طينة ومن نوعية ومن كواليتي عمر جابر، ولاعب حاسم من طينة ونوعية أحمد مصطفى زيزو، هات الموال من أوله، الكرة كانت ضغط على عمر جابر، دقيقة جزاء، لا لا لا، من قبل كده، من قبل كده، من قبل كده، أنا آسف، من قبل كده، شوف مصطفى شلبي وهنا الأوفر لاب من قبل كده، يا ولد يا عمر، يا ولد يا عمر، يا ولد يا عمر، ده عامل الجول من الجول الجول من قبل كده، ويجبر مصطفى شلبي إنه يحطها له هنا، وبقدمه الضعيفة القدم اليسرى يعمل عرضية، وأحمد السيد زيزو لا يتوانى، لا يتوانى زيزو إنه يسجل على طول زيزو، هدف الاطمئنان وهدف الارتياح لجمهور نادي الزمالك، وتنفرج أسارير جمهور نادي الزمالك بالتقدم 1-0 عن طريق أحمد سيد زيزو، والحدث على أرض محايدة، فاز على الأهلي في جنوب إفريقيا وفوز على الترجي في الدوحة، خسارة وحيدة صحيح لللقب كانت في أكرا أمام هارتس أوف أوك في موسم 2000. أرقام نادي الزمالك في السوبر، هذه خطيرة، شكرا على الهدية مقبولة، ادي الضغط من بركة بادي، قلت اضغطوا عليه عشان يغلط ويطرد، ضغطوا عليه وضغط ناصر ماهر ويسجل الجون الثاني، ناصر ماهر بهدية من المدافع ولا ديفيد اوتشينج ولا بركة بادي، وذهول للحارس باتريك ماتاتسي، خروج بالكرة بشكل يعني على طريقة الاندية الكبرى امام الزمالك، هدية مقبولة جدا، وقلت مع الجول الاول قلت انتظروا المزيد، والله ده كان محمد موسى، قلت السكور هيزيد، وقد كان ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني، شوف الضغط، شوف الضغط هنا، مش مفترض ابدا ناصر ماهر اللي كان يبقى هنا، لكن ناصر بحس عالي جدا، ناصر ماهر يضغط ويسجل الهدف الثاني في الدقيقه 60، 2 الزمالك لا شيء، البوليس الكيني في امسيه زملكاويه مختلفه تماما في الشوط الثاني عن نظيرها في الشوط الاول، 2 الزمالك لا شيء، هذه الضربة الحرة المباشرة، عبود عمر يلعب العرضية، وادي الهدف، فيش تسلل، وادي هدف، هدف بدون داعي، بدون داعي، من أول الفاول ملوش داعي خالص من دونجا، يعني من أول اللقطة الفاول ملوش داعي، الداعي أبدا من دونجا، وصبحي ما طلعش وخط الظهر اتفرج، وهدف سلكيني، هل كان في تسلل؟ عايزين نشوف مين اللي سجل الهدف، ده مش متسلل، والهدف شوف عن طريق مين؟ عن طريق هو جيسي ويري، خطير جيسي ويري يسجل، جيسي ويري هدف تذليل الفارق في الدقيقة 65، عشان كده كان مهم جدا، مهم جدا ان الزمالك يبقى